مرحبا برج العذراء، اهلا فيكم في قراءة منتصف شهر الى نهايته. هاي القراءة راح اسويها حق الطالع والشمسي والقمري او اي من الكواكب موجودين عندكم في برج العذراء. اول شيء راح نسوي قراءة حق المال والاعمال والتجارة او حتى الورث، وبعدين نسوي القراءة العاطفية باسلوب المرايا. القراءة العاطفية ممكن تكون عكسية. خلينا نشوف اول شيء جانب الاموال للاسبوعين القادمين. عندك الخماسي، بيج اوف بنتكلز، الخماسي الصغير، اربع الاغصان، الغصن الاول، السيفين. يا برج العذراء، ودي اقول لك ابشرك بهاي البشارة، ولكن في نفس الوقت حتى هاي البشارة راح يكون فيها نوع من الحيرة. قادمة في طريقك أمور مادية أفضل، تحسينات في السكن، تحسينات في أوضاع الوظيفة، تحسينات حتى في الطلب على تجارتك، ولكن مع هذه التحسينات راح يكون في نوع من الصعوبات، راح يكون في نوع من العرقلات الخارجة عن إرادتك. أوكي، راح أقول لك شلون. هنا نبتدي بكارت الغصن الأول برج العذراء. احنا لما نقول ان الحياة اما ما نلاقي فيها اللي نبيه واما نلاقي اللي نبيه في كل مكان، هذا النوع من الطاقة. عندك تشويش ان ماذا اختار، عروض العمل تنهال عليك، اوكي، او يأتيك عرض في الوقت اللي انت اوريدي التزمت فيه مع شركة ثانية، التزامك مع هذه الشركة او وقعت العقد، فهني يأتيك عرض الاحلام اثناء ما انت خلاص ملتزم يا برج العذراء. اوكي، فهني راح يكون عندك السيفين، الخيار، محتاج تقطع، ما تقدر تظل حاط الغشاوة على عينك ومقرر انك ما تختار. في النهاية المطلوب منك انك تضطر تختار. اوكي، اما انك في الفترة القادمة راح تختار ان تمضي طريقا في العقد اللي وقعته اول مع هذه الشركة وتعتبر ان الخيرة فيه، والخيرة فيه ما اختاره الله، او بعضكم راح يصر انه يتمسك بعرض الاحلام وحتى لو وقع مو بس عقد، التزامات مالية، بعضكم ممكن يكون وقع شيكات وطلب بضاعة معينة، وبعد ما يطلب البضاعة المعينة يقع في حب بضاعة افضل، او يشوف او يعلم عن بضاعة افضل، بضاعة الأحلام، بضاعة، إذا هذا النوع من البضاعة إذا أتيت فيها أو استوردتها أو وفرتها أبدا ما راح تخسر، 100% تربح، 100% تتطور. أوكي، الطلب عليها 100%. العرض الأولي، البضاعة القديمة، الوظيفة القديمة، فيها نوع من الأثنين، خليط من النجاح، خليط من التعب، خليط من الفشل، لكن هذا الجديد مشكلته أنه راح يأتي بعدين. فماذا راح يكون خيارك انت يا برج العذراء؟ اوكي، بعضكم راح يروح يمين، يقرر انه يواصل في مشوار العقد القديم، وبعضكم لا، راح يتحلى بنوع من الجرأة والشجاعة ويتمسك بالشيء اللي طالما تمناه. اوكي، هذا ايضا كأنما احس هنا عندك طاقة راح تدفع عربون على شيء، بعد ما تدفع العربون تكتشف انه في شخص افضل كان ممكن تقدر توظفه، شيء افضل، نفس العربون، ولكن تتغير رغباتك بعد فترة. اللي ابغى اقول لك اياه والفكرة اللي راح توصلنا هني من القراءة، انه في الحالتين سواء اضطريت تمشي مع العرض القديم او تدفع شوية ثمن زيادة، اوكي، تخسر شوية اموال، تخسر شوية وقت، تخسر شوية جهد على اساس تحصل على هذا العرض، هذه البضاعة، هذه الفرصة، فرصة العمر، الموقع المثالي، المحل المثالي. اوكي، هني مثلا ترضى في محل على شارع عادي، هني يأتيك المحل اللي على شارع جدا ممتاز وحيوي وتجاري، شارع تصنيفه رقم واحد في المنطقة. انزين،
هذا وإن كان إن راح شوي تدفع ثمن عشان تخرج من هذا الالتزام، ولكن هذا النوع من هذه الفرصة اللي تحتاجها، هذه الطاقة الفرصة اللي تحتاجها أنت لطالما كنت تنتظر الفرصة المناسبة، مو فقط أي فرصة برج العذراء، لأن الفرص كانت أحس موجودة دائما وستظل موجودة أمامك، ولكن أنت تريد فرصة من الطراز الأول. طلع عندنا هني الأول وراح تأتيك في الطريق. فإذا أنت لحد الآن، هذه النصيحة، إذا أنت لحد الآن ما وقعت عقد، فكأنما الطاقة تقول لك لا ترضى بالوظيفة أو بالمشروع أو بالمحل اللي ما يكون من الطراز الأول. أنت موجود في مجالك، أنت موجود في تخصصك، أنت تعمل، أنت اللي تقدر تختار. مثلا إذا أنت إعلامي وأمنيتك أو حلمك أن تعمل في القناة الأولى اللي في مجال تخصصك، قناة رياضية ممكن، فهني تأتيك قناة ثانوية مو بمستوى الأهمية، تقبل فيها من أجل أنك ما تظل عاطل عن العمل أو لأنك تريد أن تبحث عن الرزق. لكن هذه في الحالتين راح تأتيك وإن تأخرت. أوكي، راح أسحب الحين كارت أخير للنصيحة من الأوراكل. Infinite abundance، العمل، الأموال الكثيرة. دائما الناس يبون الطاقة الإيجابية، الأموال الكثيرة، الوفرة في الأموال، في الأبناء، في الحياة السعيدة كلها. الأبندنس هي تختص بكل شيء مو فقط الأموال. الوفرة في جمال الحياة يأتي مع ثمن. راح تكون جدا مشغول في الفترة القادمة برج العذراء. إذا كان عليك طلب راح يتضاعف الطلب. أوكي، أحس هني كأنما طاقة الإمبراطورة. شنو أقول لكم طاقة الإمبراطورة؟ جانبها الإيجابي أن تملك كل شيء وتستطيع تسيطر على جميع العناصر، عنصر الأرض، عنصر المال، عنصر الحب، ولكن وفرة، في وفرة زيادة في شيء. حتى وإن كنا نرغب بالكثير من الأموال، لو إحنا مثلا، هذا كأنما النصيحة، أنت تقدر تخدم، أنت تقدر تعمل في اليوم أقصى حد 12 ساعة، 16 ساعة، هذا أقصى حد لك. أوكي، بعدها يبتدي الشيء اللي يفيدك، إن كان أكل، إن كان مال، إن كان عمل ورزق، يبتدي يعمل ضدك، لأنه يأخذ من جانب ثاني، جانب توازن الحياة، جانب الصحة، جانب الأهل. لأن قلت لكم الأبندنس مو فقط أموال، لما نحقق التوازن المثالي ما بين حياتنا الخاصة الشخصية، ما بين الحب، ما بين الأموال، النجاح، الروحانية حتى تدخل في المعادلة. فهذه النصيحة لهذا الجانب للفترة القادمة. وحين ننتقل إن شاء الله إلى الجانب العاطفي، قراءتك جدا مريحة وطاقة مريحة يا برج العذراء. خلينا نشوف القراءة العاطفية نفس المستوى، واللي راح يكون فيها شوية شحنات. بالعادة راح ابتدي بجانب برج العذراء، ولكن اذا حسيت ان الجانب الثاني ينطبق معك اكثر فاخذ الجانب الثاني، لان ممكن تكون قراءة عكسية. عندنا سيف الصغير، برج العذراء، اما شريكك يشك فيك اما انت تشك في شريكك. احس هني ان الشك في محله، ولكن مو معناته لأن الشك في محله أن إحنا رح نستفيد لما نعرف أكثر، أبداً. أوقات كثيرة الجهل نعمة، في أشياء إذا عرفتها رح تأخذ بعلاقتك إلى وراء، رح ترجع علاقتك إلى الخلف، ما رح تتقدم. أوكي، الجهل بعض الأوقات، ابتعادك حتى الديتاش من طاقة السيوف، ابتعادك عن أن أنت لا تتعمق حياة الشريك حتى في خصوصياتها في الفترة القادمة أكثر من اللازم، لأنه راح تلاقي جواب بس ما راح يكون الجواب اللي يريحك. وعندنا تحت هني معكوس هذا الكرت. أوكي، أتوقع أنه معكوس، لا صح، عندنا عشرة الخماسيات، راح يأثر على استقرارك ومستقبلك مع الشريك.
سيفين. شوف برج العذراء في أشياء، في خطوات، في قرارات شريكك نادم عليها، قام فيها في وقتها، شاف إن هي خيارات صحيحة. أوكي، في أشخاص أيضا، في هو، لا مو أشخاص، لا دائما نلوم الآخرين، هو كان متعشم، نيته في السابق احتمال كانت إنه يتركك، نيته في السابق كانت إنه مو جاد معاك، نيته في السابق إنه راح يكون أناني معاك، ولكن تغير الواقع. الواقع تغير إلى الأفضل، طاقة الشريك أحسها هني تغيرت إلى الأفضل، قاعدة في تحسن، ولكن كأنك أنت توك استوعبت طاقة الماضي، فالحين رايح تبحث عن الماضي. أتاك خبر، أتتك معلومة أن شريكك مثلا في وقت الانفصال أو هذا الشخص كانت عنده علاقة مع شخص ثاني، والحين أنت حامل سيفك ورايح تبحث، رايح تتأكد، رايح تنبش عن شيء، بتلاقي الجواب ما راح يعجبك، ما راح يفيدك، ما راح يخدمك. نعم، قام ببعض الخيارات اللي جدا غبية، وجدا الأشخاص الثانيين ممكن يستخدمونها حتى ضد علاقتكم، ولكن أنت اللي حاليا في بوزيشن، في وضع يسمح لك أن تحمل علاقة، إما تتصرف بذكاء تكبر راسك وتحمل علاقة، إما راح تتصرف الطريقة هني الخصوم أو الأعداء أو اللي يريدون أن يبعدونكم عن بعض راح يحققون بالضبط أمنيتهم، لأن قدروا يستفزون فيك السيف الصغير، الاستفزاز، يستفزون فيك ردة الفعل اللي أصلا كانوا يستهدفونها من البداية. كارتين، راح أخذ الكرت اللي فوق فقط. فارس الأغصان، علاقة عابرة، علاقة سريعة، في شيء يخص فترة الانفصال، فترة الابتعاد، في أشياء تخص ماضي الشريك لو أنت عرفت عنها راح بالنسبة لك تكون مصيبة كبيرة. إنزين، فترة سفر حتى أحس هني كأنما كان مسافر معه أو مسافرة، لما كان الشريك في وضع سفر قام بتجارب المفروض ما يسويها. أوكي، دخل في علاقات مع أشخاص المفروض ما يدخل معها، ولو أنها كانت علاقات عابرة. Judgment، الحكم، نتائج. شنو هذا؟ نتائج شريكك ينتظر نتائج، نتائج حكم محكمة، نتائج حمل، نتائج فصل في قضية في الشرطة. أكثر من كارت ما راح أخذه، كارت واحد فقط بليز. لا، هذا كارتين. أوكي، ثمانية الأكواب، السيف الأول. حتى طريقة سقوط الأوراق كذا مرة بعدد أنا بالعادة ما أخذه، يبين لي أن في شيء صار غير معتاد، غير معتاد، في شيء غريب صار بينهم هنا. عندنا كارت الحكم، ثمانية الأكواب، السيف الأول. في سفرة جماعية، في هذه السفرة الجماعية يمكن أنت حتى شجعت شريكك على السفر، أوكي، أو ما كنت مفكر أن هاي السفرة راح تكون فيها مشكلة، سافروا وصارت في مشكلة في هذا جروب الأصدقاء، صار في نوع من المشكلة. شريكك حاليا متورط، ينتظر خبر من المحكمة، خبر من الشرطة، خبر عن من هو أب الطفل، أوكي، خبر عن نتائج الحمل، قرار، في قرار حكم، قرار judgment decision، في قرار ضروري، قرار جوهري في الحياة، شريكك مضطر انه ياخذه او اخذه في السابق. هذا اللي نتكلم عن الماضي. اوكي، ما ادري شنو معلومات مثل هذه راح تساعدك فيه، ولكن خلينا نشوف الحين في القراءة. عندك السيف الاول، السيف الاول هو اللحظة اللي شريكك فيها راح ياخذ
أو أخذ ممكن حتى في الماضي القرار بأن ينهي العلاقة العابرة، ولكن العلاقة العابرة انتهت من زمان، ولكن أتت مع نتائج، نتائج تخص الحمل، نتائج تخص افتراءات، شكوى. أوكي، هذا هو الشيء اللي شريكك يحاول أن يحميك عن معرفته، لأن هني ثمانية الأكواب، شريكك ما عنده نية. إذا كان شريكك متزوج أو عنده طليقة، فهو صار في شيء بينهم، ولكن ما عنده نية أن يبقى في الزواج أو في العلاقة. حتى لو كان زواج، الزواج مو علاقة عابرة، ولكن هني فيها طاقة أيضا هرم، ما عنده نية أن يبقى أكثر من اللازم. يمكن أنت برج العذراء ترفض شريكك لأن لطالما كان متزوج، أو تعبت من انتظار شخص متزوج، تعبت من انتظار شخص كأنما كان يبدو لك لفترة من الفترات قراره ليس بيده، فعلا قراره ليس بيده، لأن هني في شيء كبير صاير، مثل الحمل، مثل نتائج الأبوة، من أب الطفل أصلا؟ يمكن الطفل انولد ما صار في إجهاض، أوكي؟ يمكن أخص كان ناوي أنه ينفصل عن، كان في نية للانفصال هني، ولكن صار في حمل في اللحظة الأخيرة بسبب تصرف طائش، بسبب أنه هو أنه ما تحكم في روحه، خلى غرائزه ورغباته تنطلق. هني انطلاق الرغبة، لما تنطلق الرغبة أوقات مع الرغبة تأتي نتائج بعد فترة. هذه الطاقة أنت شلون تترجمها على علاقتك مع الشريك إذا كان أعزب، إذا كان متزوج، إذا كان على وشك الانفصال؟ أوكي، ولكن في شيء كبير قاعد يصير في حياته، وهذا الشيء مو لمصلحة شريكك، أنت مو لازم تتضرر، الأذى ما لازم يوصلك أنت يا برج العذراء، ولكن في شيء كبير وثقيل وطاقته سوداء قاعدة تصير في محيطه، حتى الشيء هذا قاعد يضغط عليه ويبتزه. أوكي، ممكن حتى اتهام. تعرفون طاقة اللي كانت علاقة بالتراضي، ولكن تسمع بعد فترة أن هذا الشخص اللي أنت معجب فيه أو اللي تحبه واللي عندك معه علاقة، أن في اتهام كبير، نداء، نداء، سمعة، بوق إسرافيل، سمعة تخص أن في أحد اتهمه بالتحرش، في أحد اتهمه بالاغتصاب، في أحد اتهمه، اتهامات كبيرة، شيء ثقيل، إحنا ما نتعامل مع شيء خفيف أبدا، ولكن هذه طاقة تخص حياته الخاصة. أوكي، بما معناه كأنما النصيحة هني طاقة السيوف ديتاتش. أنا قلت لك من البداية حتى قبل ما أشوف هذه الكرتات وأعلم سوء الوضع أو ما راح يبدو عليه الوضع بعد فترة، ما لازم أنت تتعمق أكثر في البحث عن الأسئلة أو في معرفة من الغلطان ومن المتهم، لأن وقتها راح تكون جزء من القصة، راح يأتيك جزء من الطشار أو جزء من الشحنات أو جزء من تدفع الثمن معه. عزيزي برج العذراء.